هو برنامج مخدم الويب الأكثر شعبية في العالم. لماذا نحتاج أباتشي؟ حتى نقوم بتجريب السكريبتات التي سنكتبها بلغة PHP. خلال هذه الدورة وفي مراحل المقبلة بعد تعلمك هذه اللغة، فإنك سوف تستخدمه لتجريب كل ما تقوم ببرمجته قبل رفع موقعك إلى السيرفر للتأكد من صحة عمله توفيرا للوقت والمال. بإمكانك الحصول على نسخة أباتشي من الموقع apache.org. بعد حصولك على النسخة سنقوم الآن بشرح تنصيب سيرفر الأباتشي وسنقوم بتجريبه أيضا.